حاط دائرة على من؟ بالنسبة للفرسان الأعذار غير مقبولة، حاسب حق كل الخيل. الحمداني والجلوبي. أنا قلت حق هدى فوق، أنا قلت مليار ما لحصان هالموسم. طبعاً الأفضلية إليه. نلتقي في كأس الملك. أعتقد أن هاليوم هو الحد الفاصل بين اللي مضى من الموسم وبين القادم، يوم تحديد هوية الأبطال. فلما نوصل الكأس ولي العهد، كل اللي نبغي نشوفه هو الإتقان، وإن حصل أخطاء أكيد أنها راح تكون محل نقد بناء، لأن في هذا اليوم مدربين الأعذار غير مقبولة، بالنسبة للفرسان الأعذار غير مقبولة، حتى بالنسبة للجياد الأعذار غير مقبولة. ولأن فعلاً الأعذار غير مقبولة، كان يعز علي تحديداً في هذا اليوم أني أكون غير موجودة، ولهذا السبب ظليت أسأل، هل راح نشوف شيء جديد؟ هل المنافسة راح تكون مختلفة؟ والله توقع نفس الشيء، أنا الخيل نفس الشيء، ما في شيء جديد. إنها دائماً سباقات، فمن الصعب أن تكوني متيقنة. بالضبط، وطبعاً صح أني ما كنت موجودة في السباق، لكن هذه مو معناته أن ما راح أسأل وحلل وتابع كالمعتاد، بس لأني ما كنت موجودة فما أعرف أوصف لكم شعوري تجاه الأجواء، ولذلك راح أبدأ بالأشواط. الشوط الأول شوط الفرسان المتمرنين، طبعاً هو أقوى الأشواط لأن سباق توازن من 80 ل 100 ب 12 مشارك، وطبعاً بدون وجود مرشحين. الأسماء الموجودة مستواها مو بسيط، بس لأن عادة اللي يرسخ في أذهاننا أسماء محددة، أظن أن دارك باور وشبيارد محط منافسة في هذا السباق. ففي آخر مشاركة بينهم شبيارد كان أول، دارك باور كانت أول مشاركة له وحل ثاني، لكن هذا السباق سيكون مختلفاً. ففي أول سباق كانت المسافة 1200 متر وفيها منعطف، واليوم 1200 متر مستقيم. بس هل 1200 متر مستقيم بتكون في صالح شبيارد؟ لا، شبيارد مو مال مستقيم. شبيارد وموضوعنا معاه مو فقط ال 1200 متر مستقيم، بس بعد لا ننسى ان هالشوط شوط فرسان متمرنين، ولحد الان الترشيحات لصالح دارك باور وعبد الرحيم. بس هل لو كان احمد مايكي مع شبيارد ممكن نقول ان شبيارد بيفوز، او هناك سبب لاختيار محمد جميل مع شبيارد؟ ايه طبعا في سبب، مو كلها على الفارس، يعني الحصان يعطي 50 والفارس يعطي 50%، يعني وهاي في الاخير وجهة نظر المدرب جابر رمضان. شبيارد حطينا عليه محمد جميل لان محمد جميل اول شيء قليل خبرة عن احمد مكي وقليل السباقات، يعني ما سابق هالموسم، كنت سباق واحد تقريبا. عطينا شبيارد لكون شبيارد خبرة وسهل، سهل يعني واحد يقدر يمتضي يعني في الشوط، عكس الحصان الجديد. أول شيء الحصان الجديد سيلر فلير، حصان مو جهوزية 100%. عموما بين دارك باور وشبيارد الجمهور يقول حق الحصان دارك باور، وألين يقول سيكون سباقا رائعا. واصحاب شبيارد السؤال لهم كان حط دائرة على من في هذا الشوط؟ دارك باور. حط عينك في عيني. واحدة بس، ما حطلاطي شيء مكمل. دارك باور ومتحدي، متحدي إذا كان جاهز حصان عنده مستوى. بنشوف. دون الأجيال جاهزة، they all set for race number one. They are off and racing. انطلق أول أشواط الأمسية من مهرجان سيدي سمو ولي العهد لعام 2019. الشوط الأول عكس الهيئة العليا من مسافة 1200 متر، سبرينتر بانطلاقة 11 من الجياد بانطلاقة شيبيارد هو الذي يتصدر السباق من البداية، يلحق به ثانيا راوي مع الفارس عدنان جعفر، بازاراتو في المركز الثالث بينما دارك باور يأتينا رابعا، متحدي في المركز الخامس بينما سول الفلير يأتينا
سادسا، غريزي في المركز السابع، بينما المركز الثامن هنالك لدينا الجواد رقم 10 برنس بونير مع الفارس صلاح عيسى. اذا هنا عود الى الصداره والمركز الاول مع راوي هو الذي يتصدر السباق ايها المتابعون الكرام، بينما انطلاقه دارك باور مع الفارس عبد الرحيم جاسم، ومن الجانب الاخر هنالك انطلاقه سولال فلير. فعلا ايها المتابعون الكرام، راوي من جانب السياج ومن الجانب الاخر دارك باور ينطلق مع الفارس عبد الرحيم جاسم خطوة بخطوة. هنا انطلاقة دارك باور أيها المتابعون الكرام للعام الثاني على التوالي، عبد الرحيم جاسم مع دارك باور. إذا دارك باور هو من يقص شريط الأمسية مع شعار العاديات فعلا أيها المتابعون الكرام. كنت أتمنى لو أن الشبيارد ما تعور، عشان ننهي الكلام بأن الشبيارد لا يعتبر منافس لدارك باور في السباقات. بس الحين بيبقى السؤال، لو شبيارد ما تعور ونافس شلون كان بيكون السباق؟ والصراحة أحب أقول ويلكم باك حق عبد الرحيم. قيادته كانت جدا ممتازة، ما سوى نفس الغلط اللي سواه جيرالد موس آخر مرة، خلى الحصان ورا وفي نص الخيل. كنت محاسب حق كل الخيل، بس إني أطبق التعليمات وتوفقت الشيء. يا إبراهيم رحيم انططاه بصورة مثالية، بس بعد لأن شوط هانديكاب لازم نشوف البقية اللي أدوا، لأن هالشوط نفس ما قلت مسبقا راح يكون حد فاصل للي بيقدمونه لاحقا. راوي ومستواه عارفينه، مرضي بس مو للأداء المطلوب لراوي. شفنا أداء أول ما جاء البحرين ركض بمستوى غير طبيعي يعني، وبعدين الحصان مستواه صار أفرج، فصار فيه اللي أفضل منه. بس سولر فلير على أول مشاركة له، لو كان في جهوزية دارك باور فكان بعد يختلف. المنافسة أتوقع إن ما بين الفرسين فقط لا غير. غرايب وهي مرشحة الأولى، وتذكرون لما قلنا قبل إن ما حد بينافسها في شوط الأوكس، بس قلنا من قبل إن بننطر النمرة، وفعلا هي موجودة ومرشحة ثانية، ويقال إنها بتكون خصم إلى غرايب، خصم قوي. وإذا قلنا إن النمرة بتكون خصم قوي معناته إن غرايب مو 100% إن هي تفوز. بس من جانب آخر إذا ينا بنقرأ مستوى النمرة بنشوف إن هذه أول مشاركة لها في 1800 متر، بالمقابل غرايب فايزة في هذه المسافة، فالأمل إن تكون مسافة مشكلة بالنسبة للنمرة يعني. عموما أنا تكلمت مع هشام قبل السباق وقال لي ليش ما سألتيني عن النمرة، والجواب بعد السباق. انطلق شوط الثاني على كأس أوكس البحرين برعاية مزرعة المزدهر من مسافة 1800 متر للأفرس لعمر 4 سنوات فقط لا غير، بانطلاقة 6 من الأفرس. إذن انطلاقة بينك ريبونغير هي التي تتصدر السباق، إذن 4 جياد على موقع واحد، مشارف بينك ريبونغير، غرايب ودولية، ومن ثم تأتينا المرشحة الثانية النمرة في المركز الخامس، ووكرية في المركز السادس. نعود إلى المركز الأول والصدارة الآن مع مشارف بريدوي بشعار سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، الحائز على المركز الثاني في آخر مشاركاتها في سباق التجريبي لأوكس البحرين. المركز الثاني تتواجد بينك ريبونغير بشعار سمو الشيخ محمد بن سلمان بن محمد آل خليفة، غرايب المرشحة الأولى والفائدة في سباق التجريبي لأوكس البحرين. تأتينا ثالثا النمرة في المركز الرابع، بينما المركز الخامس تتواجد هنالك أيضا لدينا وكرية ودولية في المركز السادس. إذا نعود إلى الصدارة، هنا 3 جياد الآن على مركز واحد، وها هي الآن مشارف هي التي تتصدر السباق الآن بالمنعطف الأخير باتجاه خط النهاية. الآن 600 متر ما تبقى من السباق، ولا زالت مشارف هي المتمسكة في صدارة هذا الشو. من وسط الجياد انطلقت غرايب الآن مع بيير كونفرتينو ومحاولات أيضا من قبل المرشحة الثانية النمرة. ها هي انطلقت أيها المتابعون الكرام، النمرة بكل سهولة وريحية هي التي تتصدر السباق الآن بشعار عبد الله فوزنا. هنالك غرايب قادمة أيضا بقوة، فعلا أيها المتابعون الكرام النمرة بشعار عبد الله فوزنا للعام الثاني على التوالي، العام الماضي مع صابرة، هذا الموسم مع النمرة. فعلا متابعين الكرام المرشحة الثانية هي من تتصدر السباق. We'll be right back.
was bred to win. وما سألت هشام عن النمرة قبل السباق عشان أسمع هالجواب. وإذا ركزنا في أداء حسين مكي مع النمرة بنشوف إن ما كانت عندها مشكلة مع المضمار لا في الأداء ولا في السرعة ولا في مسافة السباق. الفرس من أمها وأبوها يسوون المسافة. وعموماً بعد الطموح اللي بنيناه الغرايب من كل مشاركاتها السابقة وصولاً لسباق اليوم مؤسف إن تكون يوم يعني يمكن أسوأ ركضة إلى غرائب. والله حمدان. في العربيات 5 مشاركات وعرف كلنا ناطرين نشوف المنافسة بين المرشحين 3. ولأن الحمداني 1697 وكحيلان عافص 1675 والجلابي 1544 من أقوى الموجودين في السباق، يمكن مو ضروري الحديث عن بقية المشاركات، وأنا حبيت أني أركز على 2، الحمداني والجلابي. يمكن الجلابي ما يحلف الحظ في كاس ولي العهد بس في كاس الملك إيه؟ ليش؟ أنا أقول أبي أسمع رأيك. لا لا مو كلام صحيح، لا أنا أتوقع كلام مش غلطانة في إنتي. إذا مشى مثل ما نبغي بنأخذ الشوط. ولكن الحمداني حصان متطور. معروف ذا الحصان الحمداني 1697. لا يعني الحمداني حصان طيب ما احنا نستهين به، وإنما بعد حصاني بعد طيب وممكن يصير مفاجأة عكس الاثنين احتمال. شلون؟ من؟ بس أنا أقول لك أتوقع شلون. معقولة يعني؟ حصان واحد من يفاجئ. كحيلان عافص اللي توه فوز؟ ممكن ليش لا؟ They are off and racing. انطلق الشوط الثالث على كاس سيدي سمو ولي العهد للجيادة العربية الأصيلة من مسافة 1400 متر بانطلاقات 5 من الجيادة العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الوهو بانطلاقة الصقلاوي 1564 مع الفارس الروزي، بينما تخطف الصدارة الآن من قبل الحمداني 1697 المرشح الأول في هذا الشوط الذي انطلق من البوابة الخامسة. المركز الثاني تواجد الصقلاوي 1564 مع الفارس الروزي جيسب. المركز الثالث يتواجد الجلابي 1544 الحاز على المركز الثالث الرابع عفوا في هذا السباق في العام الماضي. قحيلان عافص 1675 في المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنالك قحيلان عافص 1708 الفاز في الأسبوع الماضي. هنا الدخول في المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية الآن 600 متر ما تبقى من السباق، ولا زال الحمد الحمداني 1697 الذي لم يذق طعم الخسارة في هذا الموسم هو الذي يتصدر سباق مع الفارس جيرالد موسي. المركز الثاني هنا انطلاقة قحيلان عافص 1675 مع الفارس بريد دويل الفائز في هذا السباق في العام الماضي، وهنالك محاولات من قبل الجلابي 1544، بينما انطلاقة قحيلان عافص 1675 مع الفارس بريد دويل فعلا للعام الثاني على التوالي. قحيلان عافص يقترب من انتزاع هذا شو فعلا قحيلان عافص، وهنالك محاولات من قبل قحيلان عافص فعلا دخول ثنائي على خط غير متوقع. هو مو بس غير متوقع، الصراحة اللي صار في الشوط يبغي لك قعدة وتحليل وتركيز. خلونا أول شيء في موضوع قحيلان عافص 1708. حسين مكي قارب بطريقة صحيح متوقع إنها، حتى قايل للفارس عبد الله فيصل إنه حاسب لي أنا بغلبك، يعني كل أقدر أغلب سبة الوزن وحصاني ذاك الأسبوع راكض وياي من غلب الحصان، فعنده ثقة في روحه. يعني أنا قلت حق هدى فوق لأن عامل الوزن كان له دور، عرفت الحصان قاعد في صعود قحيلان عافص، ف يعني هل اللي خلاني ان انا اقول تكون مفاجاه مو مرشح. قحيلان عافص 1708 غير مرشح،
وفاز بوجود أقوى ثلاث جياد في الشوط على الرغم من أنه مال إلى جهة اليسار. حصاني عنده مشكلة في هذه السالفة، يعني يوم يجيك من داخل يوم يجيك من برا هو، يعني فاليوم اضطريت أن أخليه يروح من برا على راحته هو. وتعرفون إيش كثر هالحركة في السباق تضيع من الوقت، ومع ذلك فاز. فتخيلوا معاي لو كان ماسك مسارة بدون ميلان يمكن كان تعداهم بأطوال. وانت سمعت فوق قلت له ما عليش مرشحين ممكن واحد الجلابي ما قصر طبعا فاهم شايل تبويت فهي الثالث بالعكس هاي شيء طيب يبني مسافة بعد الحصان. لنفترض جدلا ان الجلابي 1544 ما فاز بسبب الوزن، على الرغم من ان الوزن مفروض ما يكون عائق امام الجياد القوية، والجلابي في هالشوط حامل 58 في مسافة 1400، ولما فاز في كاس الملك في مسافة 1600 متر كان حامل 57، يعني الفرق مو كبير. وسؤالي كان من راح يكون في الترتيب الآن الأول عند يوسف طاهر، الجلابي أم كحيلان عافص؟ لكن يوسف جوابه كان دبلوماسي وقال الجلابي أكيد، ولكن في هذا السباق كحيلان عافص. للحين ما خلصنا، باقي كحيلان عافص 1675 ثابت على مستواه اللي شفناه فيه قبل لما كان ينافس الحمداني ويكون منه قريب. إذن الختام عند الحمداني 1697 اللي فاجأنا بتراجعه الغريب. أعتقد أن رتم السباق كان بطيئا، وسبب أن الحمداني عندما كان في المقدمة لو رجعت للسباق سترى الفرسان قابضين على جيادهم، على عكس السباقات حيث يكون رتم السباق أسرع نوعا ما. عموما ما يحتاج أقول لكم رد ألن معروف بأن هذه طبيعة السباقات، بس أنا ما كنت مقتنعة، فعلى اللي شفناه من الحمداني في سباقاته ونشوفه في هاليوم المهم بهالأداء ما كان مقبول. لكن ألن لما رجعت سألته قال أن هذه جياد مو سيارات فورمولا 1 ومو كل شيء يمشي مثل ما نتمناه. في مليار نيوز بريكر طارق متطور. نيوز بريكر المرشح الأول، بينما المرشح الثاني مليار ومعاهم خمس مشاركات من بينها الطارق اللي شهدنا فوز الأخير لكن مع غير هذا الخيل. وصحيح إن نيوز بريكر مرشح أول، لكن تذكرون آخر مرة ركض شلون كان الأداء؟ فعلى الأغلب راح يحسم الشوط مليار الطارق ومليار، بس يمكن تكون مفاجأة من اللي هو الطارق. طبعا مليار لصولاته وجولاته في المضمار، والطارق بعد حصان صغير ثلاث سنوات، يعني هو أصغر الجياد لهالسبب أنه يأخذ أقل الأوزان، مع أنه فرق الوزن بينه وبين مليار 3 كيلو بس. ممكن مفاجأة ولكن مش من الطارق من المياس. وبما أن أنا وعلي مجيد دخلنا في تحدي ترشيحات على شيء بقوله لكم بعدين، اخترت في هالشوط مليار والطارق. مليار والطارق؟ إيه مليار. أنا مياس ولا تسأليني ليش. حسيت توقع البعض مفاجأة من مياس شوي غريب، بس كل شيء جايز قبل بوابات الانطلاق. سيارو فاند ريسينج انطلق شوط الرابع لك سيدي ولي العهد للجيادة اللوكال انتاج محلي بمشاركة 7 من الجيادة بانطلاقة المرشح الثاني مليار، هو الذي يتصدر السباق من البداية بقيادة الفارس أندرو إليد المركز الثانية، ويلحق به ثانيا فارنج مع الفارس ديريك ديفيد بالكاب الأبيض. نيوز بريكر طبعا في المركز الثالث، ويل هو المرشح الأول في هذا السباق، مياس ياتينا رابعا، والمركز الخامس يتواجد ريتور بالكاب الأصفر مع فرانك دي توري، والمركز السادس هنالك أيضا الطارق الفائز في آخر مشاركات، بينما حشر في المركز السابع. إذن هذه هي المراكز وهذه هي الصدارة حتى الآن ثابتة مع مليار بطل كأس الملك للعام الماضي، وطبعا الحائز في المركز الثاني في هذا السباق في العام الماضي. المركز الثاني يتواجد فارنج الحائز على المركز الثاني خلف مليار في آخر طبعا أشواط. المركز الثالث
واجد نيوز بريكر. طبعا الفائز في آخر مشاركتين، بينما المركز الرابع يتواجد مياز، والمركز الخامس ريتوت الطارف، في المركز السادس بينما حشار حتى الآن في آخر الجياد. هنا الدخول في المنعطف الأخير الآن باتجاه خط النهاية، الآن 600 متر ما تبقى من السباق. مليار لازار هو الذي يتصدر السباق. المركز الثاني فارنجل ينطلق مع الفارس ديريك ديفيد، والمرشح الأول نيوز بريكر في المركز الثالث بشعار فيكتوريز، ومياس ياتينا رابعا، ريتور في المركز الخامس، والمركز السادس الطارق. لكن الصدارة الآن مع مليار فعلا أيها المتابعون الكرام هو الذي يتصدر السباق، ومحاولات أيضا من قبل نيوز بريكر مع جيرالد موسي الذي يبحث عن أول انتصاراته في هذه الأمسية. إذن مليار في آخر وان فور لونج هو الذي يتصدر السباق، محاولات من قبل ريتور مع الفارس فرانكي توري قادم بقوة، لكن مليار يكسر الجدار في هذا المشوار بحثا عن الانتصار مع هذا الشعار. أنا قلت مليار ما لحصان هالموسم، وأي واحد لليوم أي واحد يفكر يجاريه بتعبه، لأنه يمشي قدام ويسوي البيت صعب. عموما شفنا أداء مليار من البداية وحتى النهاية وش كثر كان مرتاح. مع كثرة السباقات يكون أكثر تطوراً في الموسم، فكل التوقعات بخصوص البقية كالطارق ومياس كانت خاطئة في ظل اللي قدمه مليار من ثبات وركض متقن متزن طول المسار. وخلاص خلص الريس، شكراً، نلتقي في كأس الملك. لا، للحين ما خلص الريس وباقي لنا آخر سباق دخل الكل فيه جدال طويل عن هل راح يكون لثور كيلستار ولا لشوغن، على الرغم من أنه شوط بعشر مشاركات. على الورق المنافسة محصورة ما بين شوغن وثور كيلستار، وعشان نكون واقعيين أكثر كل اللي مشاركين في الشوط شفنا أدائهم هالموسم وما في مقارنة، ولذلك راح يقتصر حديثنا على الاثنين، شوغن مع جيرالد موسي وثور كيلستار مع فرانكي ديتوري. بس من هالمرة قرر مكان الفرسان شيخ عيسى قايف. سمو الشيخ عيسى أعطى الفرصة لجيرالد موسي ليختار بين شوغن وثور كيلستار، وهو اختار شوغن. جيرالد اختار شوغن لأنه يعتقد أنه الأفضل، بس إحنا من نختار؟ ثور كيل يجي لهذه المسافة. لا مو شوغن، بختار ثور كيلستار. ليش؟ فارس؟ لا. ليش؟ مشاعري تقودني نحو ثور كيلستار. أنت رحتي مع مشاعرش، أنا شوغن. شوغن لأنه وش بيمتضي جيرالد موس هو فيرز جوكي في الاسطبل، وشغلهم اثنيناتهم طبعا، وراكبينهم اثنيناتهم هالموسم. طبعا الافضليه اليه، بيختار الافضل. والافضل بنعرفه بعد السباق. مشاهدينا الكرام، اذا ديارو فاند ريسنج انطلق كسيدي ولي العهد لعام 2019 من مسافه 2000 متر بانطلاقه 10 من الجياده المستورده ثير بريد، بانطلاقه الهيرجيك رياكشن الذي انطلق من البوابه الاولى. ياهو من سباق كبير وياهي من اسماء كبيره. اذا الهيرجيك هو الذي يتصدر السباق ويتحكم بمجريات السباق. المركز الثاني يلحق به بوتنتيت مع الفارس الروزي جيسب بارتاك ياتينا ثالثا، بينما المركز الرابع هنالك ايضا بريشر بوينت مع الفارس جوزيفين جوردن، والمركز السادس يتواجد امبيرسيس مع الفارس عبدالله فيصل، والمركز السابع فيليكس دبيغا، بينما ثامنا يتواجد شوغن مع جيرالد موسي بطل هذا السباق في العام الماضي، وياتي خلفه مباشرة ثور
ثوركل ستار مع فرانكي دي توري. بورت دوغلاس ياتي بجواري ثوركل ستار بينما إمرالد حتى الآن آخر الجياد. إذن الإرجيك رياكشن بشعار المحمدية لا زال هو الذي يتمسك بمجريات هذا الشو. بوتنتيت بشعار فيكتوريوس ياتينا في المركز الثاني. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. 600 متر ما تبقى من السباق. إذن 3-4 long left to go. انطلاقة الإرجيك رياكشن بينما بوتنتيت انطلق ومن الجانب الآخر بريشر بوينت وبرتاك. وهنالك أيضا محاولات من قبل أيضا هنا انطلاقة فعلا أيها المتابعون الكرام. انطلاقة المرشح الثاني ثوركل ستار مع فرانكي دي توري الغدار. فعلا أيها المتابعون الكرام هنا ثوركل ستار ينطلق ويثور على شوغن الغدار فعلا ليأبأ الخسارة من شوغن مرة أخرى مع الإيطالي دي توري يحقق أجمل انتصار. ثوركل ستار فعلا متابعون الكرام. أعتقد شوغن أدى سباقا ممتاز فهو في المركز الثاني ولكن جوادي كان قوي جدا وبطبيعة الحال شوغن سيكون أفضل في كأس الملك في مسافة 2400 متر. لازم نعيد السباق ونشوف اللي سواه ثوركل ستار. عدت السباق مرة ومرتين وثلاث وعقب اللي شفته أحس الصمت أبلغ من الكلام. لكن هاليوم فعلا حدد لنا الأبطال وعطانا زاوية يمكن ما كانت مرئية لكثير من الناس. فوز دارك باور، خسارة غرايب وكحلان عافص، وانتصار مليار، وبطل النهايات ثوركل ستار. لكن دايما النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل. بس اليوم أنا بأركز أكثر على دور المدرب بعد في تطوير هذين الفرسان المتمرنين. البعض والبعض في. ليش ما عندك واحد تعطي فرصة؟ ما عندي، مو شرط. أنا ما أتفق بهالكلام. زين بس أكاما مثلاً هل 12 أبرانتس موجودين؟ I think there's always more that can be done. Action. أي بالذات الجمعية نسوي أكشن عشان أخليش تأسفين اللي رحتين هناك. وين مذيعتكم اليوم؟ إذا طلع أنا غلبتش أنتي أنا أقود المقابلات. أوكي. إذا أنتي غلبتيني أنا ما ركض خير في ذاك السبوع. خلصت أسئلتي. شكراً. عفواً.